عليكم ورحمة الله وبركاته. افرح بالإنجاز، افرح بالعطاء يا من تبرعت ونشرت لأول مشروع من حملة سباق الخير، مشروع افطار الصائم. حاليا أنا متواجد في نقطة تنفيذ المشروع هني بالكويت. كل هذه الجموع الغفيرة ما شاء الله 800 شخص اليوم تفطروا من تبرعاتكم، تقبل الله عز وجل منكم. والمشروع راح يتنفذ داخل الكويت وخارج الكويت، والحين راح نوريكم مقطع من التنفيذ في اندونيسيا، وباقي المقاطع ان شاء الله راح نرفعها عن طريق الواتساب والتويتر والانستغرام. تشرفنا متابعتكم، خلينا نروح اندونيسيا. من اندونيسيا مبارك عليكم الشهر، شكرا للمتبرعين في حملة سباق الخير على وجبات افطار الصائم، تقبل الله طاعتكم يا اهل الخير. الشعب الكويتي الى اهلنا في المسجد الاقصى في مدينه القدس الشريف، نشكركم جزيل الشكر ونقول جزاكم الله خيرا.